مرحبا أرخدشتلار، أهلا بكم بفيديو جديد. مثل ما شايفين بالعنوان أو شايفين اللي ورايي، هو قصر توب كاب. أنا طلبتوا مني كتير أني أصور موقع تصوير مسلسل حريم السلطان، وهي أنا إجيت على القصر. فيلا خلينا نبلش الجولة سوا. قصر التوب كاب هو من أكبر القصور التاريخية الموجودة بالعالم. هذا القصر كان مركز لإقامة السلاطين العثمانيين هن وزوجاتهم لمدة 400 سنة. القصر بيتألف من عدة أقسام، هلأ رح أورجيكم بعض الأقسام، وكمان محل مصور المسلسل المشهور حريم السلطان. هذا هو قسم الديوان، رح ندخل لجوا. هون كمان صوروا لقطات من حريم السلطان، رح ندخل لجوا ونشوف. اوكي، وهون هلا رح ندخل على قسم الحرم اللي هو مكان تصوير حريم السلطان. هذا القسم بس كان لزوجات السلطان والجواري كمان. لحظة قبل ما نكمل جولتنا بهذا القصر، لازم اخبركم شيء ويمكن اغلبكم ما بيعرف هالشي، واللي هو انه صح مسلسل حريم السلطان تصور بهذا القصر بعض اللقطات، بس كان التصوير الاساسي باستوديو خاص. هذا الاستوديو انعمل نفس ديكور هذا القصر، كلف 45 مليون ليرة تركي، يعني مبلغ كتير كبير. وانا بعرف مكان الاستوديو بس ما رحت عليه، ليش؟ لانه متاكدين ما حيخلوني ادخل. فرح احط لكم بعض اللقطات من هذا الاستوديو، ان شاء الله ما يكون عليهم حقوق، بس لحتى تعرفوا هذا الشيء انه مو كل المسلسل تصور بهذا القصر. صاير طابقين، شوفوا في طابق فوق. نشوف، شوفي برا كمان. وهي هي غرفة الاستراحة. واو، شوفوا كيف عاملين. وعلى الأغلب هذا اللي هون هو الحمام. خلينا ندخل نتأكد. اوه صح، الحمام. في باب تاني هون. اوكي، وهلا اجينا للقسم الثاني اللي هو بيت السلطان. رح ندخل لهون، وهي عباره عن اقسام كثيره. القسم هذا اللي شايفينه قدامكم هو هون كانوا يجيبوا، كانوا يشتغلوا عند السلطان الاكل لهون، تمام، يحطوه هون
وبعدها وصلوا للجاريات اللي صاير مكان الجاريات هنيك صاير. هون مكان إقامة الحراس يعني اللي كانوا يشتغلوا. هذا هو يعني مثل حتى يوصلوا للسلطان في ثلاث أقسام أو قسمين يعني فينا نقول، قسم الحراس اللي كانوا يجيبوا الأكل هون، وقسم الجاريات اللي هنيك، ومن بعدها بيت السلطان. وهون في شيء ثاني كمان بس كاتبين مغلق بسبب الترميم. وهلأ وصلت على قسم الجواري، فرح نبلش نشوف شو في ما في. كمان هي شكلها للأكل، مو شكلة أكيد يعني، كان يحطوا الأكل هون. وهلأ لقدام راحين على غرف الجواري، من بعدها نلتقى بغرفة السلطانة الأم. في بوابة مسكرة هون مثل ما شايفين. هون كانوا يجيبوا جواري من عدة بلدان، يعني من روسيا، من ألبانيا، من كثير أماكن، وكانوا يدرسوهم هون. هي غرف هون كانوا يدرسوهم هون، كل واحدة مثلا هي ووظيفة غرف الجواري. وهلأ رح ندخل لجوا على غرفة السلطانة الأم. هلأ دخلنا لغرفة السلطانة الأم اللي هي هي مثل ما شايفين. هون محل مكانك تقعد مثل ما شايفين. هون لفوق في غرفة كمان بس مسكرة مثل ما شايفين، في ترميم. هل هذا الحمام اللي رح ندخل عليه هو حمام السلطان سليم الثالث مثل ما شايفين. في حدث اللي هو هون، هذا الحمام كان للسلطان. ليش حاطين هذا الباب الحديد جوا الحمام؟ لأنه لحتى ما حدا يقدر يغتاله للسلطان، يعني هو عم يتحمم أو شيء، يعني حدا يدخل او هيك يصير في خيانات، فنحط هاد الباب. بس اللي صار واللي هو انه السلطان سليم مات بهذا الحمام، ما حدا اغتاله، بس هو زحط وقع على راسه هون ومات. تخيلوا، كان حامي حاله بالباب الحديد بس القدر. هاي الغرفة كان يجتمع فيها السلاطين، وبالأعياد والمناسبات كان هون يقعد السلطان، وهون تقعد الأم وزوجات السلطان هون. شايفين هنيك في مثل سبيل مي، وكمان واحدة هنيك، وكمان واحدة هون. هون كان يشغلوا الحنفيات حتى ينزل من المي، حتى يصير في ضجة وما حدا يقدر يتجسس على السلطان وزوجاته والسلطانة، يعني يكون عم يحكوا أحاديث.
هذا الممر اللي شايفينه قدامكم بيقولوا له الممر الذهبي. هذا الممر الذهبي كان يمر منه السلطان، يكونوا الجواري صافين على جنب مثل بالوقت المناسبات يعني والأعياد، يعايدهم ويعطيهم لكل حدا ذهبي أو هيك شيء يعني. فهذا هو الممر الذهبي. هاي اللي قدامكم اللي شايفينها اللي حواليها شرايط أحمر، هون لما يموت السلطان يغسلوه هون وبعدها يدفنوه. حتى بير المي محل ما كانوا يطلعوا المي هو هذا مثل ما شايفين. هلأ هذا الباب هو مكان الأمانات المقدسة، يعني هون موجود شعرة سيدنا محمد مثل عصا موسى، سيوف الصحابة كليات موجودة جوا، بس هون ممنوع التصوير. ما بعرف إذا رح أقدر أصور لكم شيء أو لا، منشوف. صراحة في كتير شغلات حلوة وإلها قيمتها وأهميتها موجودة هون، بس طبعا الأغلبية ممنوع يصور هون، بس أنا صورت هدول بالسرقة صراحة لأن كتير حبيتهم. الأولى هي هي الألماسة، إلها قصة، في واحد من الشعب لقاها بزبالي بس ما توقع هتكون ألماسة، فباعها بمقابل 3 معالق فضة، وطبعا هي ما بتتمن، هي كتير غالية، وبعدها حطوها بالقصر. والشغلة الثانية اللي صورتها هو هذا الخنجر مرصع بالياقوت، عن جد ما شاء الله شغلات يعني كتير حلوة. بنصح أي حدا موجود باسطنبول أو رح يجي على تركيا أكيد أكيد يزور قصر توبكابو اللي موجود بالسلطان أحمد. بهذا القصر بكل زاوية بكل مكان في لها قصة وحكاية وتاريخ. أنا حكيت لكم يمكن جزء كتير بسيط عن بعض الأماكن الموجودة بالقصر. بتمنى أنه يعجبكم الفيديو، وأكيد إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك وتشتركوا بقناتي لو أنتوا جدد، وبشوفكم فيديو تاني وبحبكم كتير. باي.